الخبر اللي جاي الحقيقة وهو مش بعيد قوي عن السوشيال ميديا، لأن امبارح السوشيال ميديا كلها كانت مجتمعة على الحادث اللي حصل ده، وكتير كان بينشر فيديوهات وصور لاشتباكات بتحصل بين أهالي في شبين القناطر وبين أمين شرطة. الحكاية وإيه حكاية الاشتباكات؟ نقول لكم الحكاية من أولها. اتنين إخوات في منطقة نواس، واحد اسمه سالم والتاني اسمه يسري، سالم ويسري دياب، عندهم محل بتاع كاوتش في منطقة نواس، موجود نوا دي في مركز شبين القناطر، وكان معاهم عربيتهم ماشيين. وقفهم امين شرطه: اقف يا ابني، انت ماشي غلط ولا مخالف ولا عندك امن ومتانه ولا اي حاجه بقى من الحاجات دي. اداهم مخالفه فحصلت خناقه. فالحقيقه يعني الشباب كانوا عايزين ان امين الشرطه يسامحهم، يمسح المخالفه، يا سيدي يرشوه، ها شوف بقى اكتر من كده، ايه اقصى حاجه، اقصى فعل فاضح ممكن يكونوا عملوه؟ يدوله رشوه، ضربوه. تخيلوا بقى، هو ما حصلش بس انا اقول لكم ضربوه. فما كانش من امين الشرطه الا انه طلع الفرد الميري من جيبه وطق على الاولاني في ثانيتها، ضربه في مقتل، وضب في الثاني، وقع خدوه على المستشفى، لكن برضو النهارده الصبح يعني مات. على طول الاهالي زي ما انتم شايفين في الصور نزلوا الشوارع، وخناقات اشتباكات، عايزين يمسكوا امين الشرطه اللي طلع مسدسه وقتل اتنين لمجرد يعني ان هم حصل بينه وبينهم مشاجره ولا موقف ولا اي حاجه. وطبعا الامن كان لازم يتدخل لان اكيد مش هيسيب المنظر ده، فطلع ورمى بقى قنابل مثيره للدموع ومسك امين الشرطه وتحفظوا على السلاح اللي معاه. وطبعا مفيش حاتم بيتحاكم عندنا في مصر، دي حاجه طبعا قاعده انتوا عارفينها. تعالوا الأول وقبل ما نحكي لكم بقية الحكاية بالتفصيل، ممكن نروح نشوف الفيديو اللي معانا دلوقتي، وهو فيديو من موقع الحادث من الفيديوهات الكتيرة اللي كانت موجودة، عشان نشوف برضو الناس كانت عاملة إيه. هم مش عارفين يطلعوا بيه. دي جريمة قتل في نوى، من شرطة قتل اتنين. الشرطة والتانية خربانة. الدنيا بايظه خالص يا جدعان. حتى ضرب اتنين بالنار والعقوبه عايز تطلعهم ولا حاجه، ملمومين عليهم. هم حاطين نفسهم جوه في الحكومه وهم ملمومين عليهم. يعني ايه اللي عبوس جوه الحكومه؟ في الحقيقه انا شايف انه يعني خلينا اكمل لكم بقيه القصه، وهي انه الاهالي اشعلوا النيران في نقطة الارتكاز الأمني اللي أمين الشرطة ده كان معين فيها أو موجود فيها، وأشعلوا النيران كمان في مزلقان نوى في شبين القناطر. وطبعا ده أدى أنه حركة القطارات توقفت في خط شبين القناطر أساسا. تعالوا نشوف شوية كده يعني ردود أفعال الأهالي ونرجع لكم على طول. انتوا شايفين الشباب عاملة ايه، رجالة بقى واهالي في المنطقة ونزلوا، واضح ان كمان الموضوع على اعصابهم بطريقة جامدة جدا. وعشان اقول لكم يعني ايه على اعصابهم، في حالة غضب. الغضب الشديد اللي مسيطر على الناس ده مش مجرد غضبهم من الحادث، اكيد الحادث يغضب ويعصب ويجنن اي حد، لكن واضح ان احنا رجعنا تاني لما قبل 2011 واسوأ. البلطجة والسلطة يعني قلة الأدب من الآخر يعني على كل خلق الله. فالناس لما توصل للدرجة دي والغضب بالشكل ده، وإن هم ينزلوا كل واحد فيه عنده موقف وكل واحد فيه حادث اتعامل معاه خلص بشكل منتهي أو بشكل أسفة شكل مختلف أو انتهى بشكل مختلف، لكن في النهاية في موقف اتعامل معاه. وأنا بصراحة مش مستوعبة، يعني بصراحة أنا مش مستوعبة. اتنين غلطوا،
ماشيين مخالف ولا مش بدافع عن الغلط، لكن كمان مش العقاب ان اطلع مسدسي واضرب فيهم. يعني في نظرية يقولك ايه ما ضربش على رجله ليه، هو يمسك مسدسه على مخالفة مرورية ليه؟ وخلوا بالكم من حاجة، ان الشهود 3، 2 ماتوا وواحد هو اللي متبني طبعا الرواية، اصلهم اشتبكوا معايا، اصلهم مش اصلهم.